السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحبايبي حلوين في مدارس دار المعارف قسم اللغة العربية للصف الأول ابتدائي. النهاردة يا حبايبي حلوين هناخد درس جديد مع بعض، هو اسمه ياء ملكية. اسمه ايه؟ ياء ملكية. ملكية جاي من اسمها ملكية، يعني خاصة بي أنا، بتاعتي أنا. تعالوا نفهم مع بعض. بيقول لي ياء ملكية هي ياء تأتي في نهاية الكلمة الاسم لتثبت ملكية الشيء لي. يعني ايه مس؟ بيقول لي هي ياء بتيجي في نهاية الكلمة، نوع الكلمة يكون اسم عشان تثبت ان الحاجة دي بتاعتي انا، ملك انا، لتثبت ملكية الشيء لي. تعالوا نفهم مع بعض. يعني الكتاب ده عايز اقول ان الكتاب ده ملكي انا، بتاعي انا. اقول ايه؟ اقول كتابي. اقول ايه؟ كتابي. نلاحظ ان ياء الملكيه لما بتيجي تدخل على الاسم اخر حرف في الكلمه، زي مثلا كتاب، حولته من باء الى مكسوره. يعني ايه كتاب؟ اصبح ايه؟ كتابي. اصبحت الباء مكسوره. اصبحت الباء ايه؟ مكسوره. حذاء، عايز اقول الحذاء ده ملكي انا، بتاعي انا. اجي اقول ايه؟ حذائي. اقول ايه؟ حذائي. الهمزه تحولت الى همزه مكسوره. تحولت الى همزه ايه؟ مكسوره. مش احنا بنقول حذاء لما نيجي نحولها لياء ملكيه تصبح حذائي. اي ماشي. حقيبه، حقيبه دي مذكره ولا مؤنثه؟ مؤنثه. احسنت يا حبايبي حلوين. طب انا عايزه اضيف لها الياء ملكيه، اقول لها ايه؟ نفكر مع بعض. احسنت. اجي اقول ايه؟ حقيبتي. التاء المربوطه في الاسم هتتحول لتاء مفتوحه، يعني حقيبه هتتحول لما نضيف لها ياء ملكيه هتتحول ايه؟ حقيبتي. هتتحول ايه؟ حقيبتي. اقلام، عايزه اضيف لها ياء ملكيه اقول لها ايه؟ نفكر. احسنت. واجي اقول ايه؟ اقلامي. اقول ايه؟ اقلامي. بيت، عايزه احوله لياء ملكيه ده اقول ايه؟ بيتي. اقول ايه؟ بيتي. احسنتي يا حبيبي حلوين. تعالوا ناخد تدريب مع بعض. بيقول لي ايه؟ ادخل ياء الملكيه على الكلمات الاتيه. قلم، عايزه احوله لياء ملكيه ده اقول ايه؟ اضيف لياء ملكيه اقول ايه؟ احسنت. واقول ايه؟ قلمي. اقول ايه؟ قلمي. صديق، عايزه اقول ان الصديق ده بتاعي انا، ملكي انا، اجي اقول ايه؟ شطار يا حبايبي، اجي اقول ايه؟ صديقي. اقول ايه؟ صديقي. كتاب، عايزه احوله لياء ملكيه اجي اقول ايه؟ عايزه اقول الكتاب بتاعي انا، ملكي انا، خاص بي انا، اجي اقول ايه؟ احسنت. واجي اقول ايه؟ كتابي. اقول ايه؟ كتابي. هناخد التدريب اللي بعده. بقول لي ايه؟ عبر عن الصور التالية مع اضافة ياء ملكية. ام، اول صورة معانا صورة ايه؟ صورة ام، عايزة اضيف لها ياء ملكية اجي اقول ايه؟ احسنت. اجي اقول ايه؟ امي. اقول ايه؟ امي. تاني صورة معانا صورة ايه؟ صورة العاب، عايزة اضيف لها ياء ملكية اجي اقول ايه؟ شطار يا حبايبي، اجي اقول ايه؟ العابي. العابي. تالت صورة صورة صديق، عايزة اضيف له ياء ملكية اجي اقول ايه؟ احسنت. واجي اقول ايه؟ شطار، اجي اقول ايه؟ صديقي. صديقي. واخر صورة معانا صورة معلمة، عايزة اضيف لها ياء ملكية. معلمة دي مذكر ولا مؤنثة؟ احسنت، مؤنثة، اخرها تاء مربوطة. الياء الملكية تتحول لتاء مفتوحة وهنضيف الياء ملكية تصبح ايه؟ معلمتي. معلمتي. وكده يا حبايبي حلوين نكون خلصنا من الدرس، ونلتقي المرة القادمة مع درس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.